دكتور سمير جعجع، أنا ما عم بحكي مع القوات لا بخلفية الكره ولا الخبث ولا الاختلاف السياسي. قبل الانتخابات النيابية طل دكتور جعجع ومن بعده صديقنا اللدود شار وقال أنه نحن عملنا استطلاع عند اللبنانيين وعند البيئة المسيحية بالذات، شو أكثر مواضيع أنتم مهتمين فيها لتكون ببرنامجنا الانتخابي؟ وللحقيقة هذا الحكي مش إلي، حكي الدكتور جعجع. وللحقيقة تفوقت المواضيع الخدماتية على موضوع سلاح المقاومة، لهيك قللنا من الحكي عن السلاح وكترنا من الاهتمام بشؤون الناس. أنا على شاشة الأم تي في بقول للدكتور جعجع، يمكن هو مش عم بيحضر، أنطوانات عم تحضر تسجلها وتبعت له هي، بكرة على بكرة يعمل استطلاع للرأي ويسأل الرأي العام المسيحي، هل أنتم مع التنسيق مع الدولة السورية لعودة النازحين؟ إذا الرأي العام المسيحي ما بيعطيه فوق 70% أنه روح نسق، أنا مستعد أطلع أعتذر منه على الهواء. وأنا عم بحكي مش حكي، حصل بالفعل استطلاع للرأي. تيار الوطن الحر عنده هذا الاستطلاع، رح تتفاجئ بالرقم، أكثر من 76% من الرأي العام المسيحي بده التنسيق مع الدولة السورية لعودة اللاجئين. لعودة اللاجئين طبعا. نائب رئيس مجلس وزراء غسان حصباني المنضوي تحت كتلة القوات اللبنانية أو تكتل الجمهورية القوية بيقول للأم تي في يوم الجمعة أنه نحن مع التنسيق عبر وسيط اللي هو المجتمع الدولي لما يتحول إلى تطبيع، يعني أنه بمكان ما مع ولكن عبر وسيط. كلمة تطبيع بدها تصحيح. اثنين، معالي الوزير غسان الحصباني وقت اللي قال الدكتور جعجع انه رح يرجعوا نائب رئيس حكومة، قال بدي رجعوا لسبب وحيد واساسي هو سادر. هيدا سادر الغنية اللي كل النهار عم نغنيها، ما بعرف اذا الكاميرا فيها تاخده، تفضلي رح نقرا من النص. بتقول نص سادر، بتقول الاستثمارات الأخيرة توسيع ميناء طرابلس ليصبح بوابة مهمة الى سوريا والعراق وإقامة خط سكة حديد حيث يربط ميناء طرابلس بسوريا. طيب يا أستاذ غسان حصباني اللي بنحترمك وبنقدرك، كيف بالله بدك تعمل سكة حديد من طرابلس لسوريا وما بدك تحكي مع الدولة السورية؟ مش مزبوط أنه الحكي مع الدولة السورية هو حصرا بملف النازحين، مش مزبوط. الحقيقة أنه الحكي مع سوريا بده يكون حكي بكل شيء، والحقيقة أنه عم يتحضر لطاولة على رأس الرئيس بشار الأسد على اليمين ومعه وزراء، وعلى يسارة فخامة الرئيس ميشيل عون ومعه وزراء وحاملين كلهم ملفاتهم. الحقيقة أنه في وزراء بهاي الحكومة غير صالح الغريب بلشوا يحكوا معنا.